ساعتك مشكور والله، ساعتك مشكور. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
ولا الليل سابق للنهار في فلك يسبحون آية لهم منا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم الله صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. راح تشكر الإنسان الأب المعلم رجل القانون السياسي الأكاديمي الجامعي كل دي يعني كل هذه الصفات التي يعني اكتسبها على مدار عمره الطويل جعلت من الشعب المصري جميعا الآن يشاهدون في هذه الجنازة الطيبة تعبيرا عن الامتنان لشخصه وعن تاريخ المشرف رحمه الله ونعزي انفسنا ونعزي الشعب المصري في وفاه واحد من اهم رجال القانون في مصر. كان هناك معاملات تجمع بين حضرتك حتى معاملات حياتيه؟ شاركنا في العديد من القضايا على المستوى المهني فقد تزاملت مع استاذي ومعلمي ومعلم الاجيال في العديد من القضايا وعلى المستوى المهني على المستوى السياسي ايضا يعني عشرت الدكتور سرور في دورتين في مجلس الشعب. يعني ونعم الاب ونعم السياسي ونعم المحامي ونعم المهني. فعزاؤنا ان يعني ترك لنا من العلم ما يورث، ترك لنا من المؤلفات ما ننهل منها كرجال قانون. احسبه من الصديقين والشهداء ان شاء الله باذن الله. فقد وفاته المنيه في ليله القدر وهو تكريم من السماء والان يكرم من الارض في جنازته البهيجه رحمه الله عليه. وخلص تعزل حضرتك كل سنه. يلا دايز منه ما